بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، سنتحدث اليوم عن معجزة لطيفة في القرآن الكريم تتجلى أمامنا، تتعلق بالعدد الذي يعبر عن وحدانية الله، وهو العدد 11، حيث إن هذا العدد يعني بين كل الأعداد هو الوحيد الذي يتألف من واحد وواحد، ولا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى العدد واحد، يعني هو عدد يدل على وحدانية الله. طبعا قبل أن نبدأ هذا البحث، قل هو الله أحد، هذه الآية قل هو الله أحد هي 11 حرفا بالضبط، وبالتالي هذا العدد له إعجاز منتشر متوزع على كل القرآن، ولكن أنا اليوم سأكتفي فقط بأول آية من القرآن، لأننا لو أردنا أن ندرس إعجاز هذا العدد في القرآن نحتاج إلى ساعات طويلة. سنكتفي فقط بأول آية، اخترت أول آية من القرآن وهي بسم الله الرحمن الرحيم، ودعوني أتأمل معكم إعجاز الرقم 11 في بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا رقم الواتساب لمن أحب الاشتراك في يعني خدمة الرسائل مجانا. طبعا أيها الأحبة، هذا العدد يتجلى في حروف البسملة في لفظها. طبعا عدد الحروف يختلف رسما ولفظا، يعني نحن كنا نتعامل مع الإعجاز العددي مع رسم الحروف، وهذا الرسم طبعا لا يختلف عليه اثنان لأنه موجود أمامنا، تستطيع أن تعد حروف بسم الله الرحمن الرحيم كما كتبت في القرآن لتجد أنها 19 حرفا، ولكن عندما نعد الشدة ونعد الألف الخنجرية، يعني مثلا الرحمن بعد الميم هنا نلفظ ألف الرحمن، في الرسم لا يوجد ألف في رسم القرآن، مثلا الرحيم الراء هنا مكررة، واللام لا تلفظ لأنها لام شمسية، الرحمن الرحيم وهكذا. أنا اليوم سأطبق هذه القاعدة على لفظ حروف البسملة، سنجد أن كل شيء فيها يقوم على الرقم 11 كدليل على وحدانية الله، أي أن الذي أنزل هذه الآية هو إله واحد سبحانه وتعالى، هو الله. دققوا معي أيها الأحبة، القرآن الكريم هو حقيقة يجب أن ندركها وأن يدركها كل من يشك برسالة الإسلام، أنه كتاب الله تعالى، كلام الله تعالى، فقد وضع كل آية من آيات كتابه وضع فيها براهين تثبت أن الكتاب كتابه، تثبت أن الكتاب كتابه وأنه لم يحرف، ولغة الأرقام خير شاهد على ذلك. طبعا سنتأمل اليوم فقط أربع كلمات، هي بسم الله الرحمن الرحيم، فقط أربع كلمات، وسنكتشف أشياء عجيبة يعني وممتعة. يعني المؤمن أحبتي في الله، هناك من الناس كثير منهم يقول ما الذي يعنيني أنا بالإعجاز العددي، ماذا سأستفيد من، يا أخي الواحد إذا دخل إلى بناء، إلى فيلا، إلى متحف، إلى إذا شاهد سيارة فخمة يحاول أن يتأمل التفاصيل الدقيقة فيها وينبهر، وهي أمور فانية يعني. طيب هذا كلام الله، ستسأل عنه يوم القيامة، ستقف بين يدي الله، يعني ألا تنفق من وقتك القليل لتتأمل هذه الروعة وهذه الدقة في كلمات الله؟ يعني نتأمل نحن كل شيء من حولنا وننفق ساعات طويلة في تأمل الكثير من الأشياء الفانية، ونترك كلام الله تعالى دون تأمل، نقول نحن مؤمنون وانتهى الأمر؟ يعني لا يا أحبتي،
التدبر مطلوب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر شيء أساسي وشيء مطلوب من الإنسان، وأحد أنواع التدبر هو تدبر تناسق الحروف والكلمات وأعدادها، نوع من أنواع التدبر. يعني التدبر لا يتعلق فقط بمعاني القرآن، هناك تدبر أيضا يتعلق بتركيب هذه. يعني لماذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني لو جاءك ملحد مثلا وقال لماذا كتابكم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ما الذي سيحدث لو قلنا مثلا أي عبارة أخرى؟ يجب أن تقول له هناك بناء محكم يختل إذا غيرنا أي حرف. طيب أثبت لي ذلك. هذا هو الإثبات الذي سنشاهده الآن أيها الأحبة. طبعا هنا أحبتي في الله قلنا نأخذ اللفظ ونرى هل فيه إعجاز أيضا. نحن نشرنا كتابا، كتاب عنوانه معجزة بسم الله الرحمن الرحيم، موجود على الموقع الإلكتروني، يمكن تحميله مجانا والاطلاع عليه. كتاب بحدود لا أتذكر 160 صفحة، يتحدث فقط عن التناسق العددي في بسم الله الرحمن الرحيم فقط، وعلاقتها بالفاتحة وبسور القرآن. الآن أيها الأحبة سنتبع عد الحروف كما تلفظ بغض النظر عن طريقة كتابة الكلمة، لأن الرسم له إعجاز واللفظ له إعجاز، لأن عدد الحروف لفظا يختلف عن عددها رسما كما سنرى أمامنا. باسمي ثلاثة أحرف كما ترسم، وكما تلفظ ثلاثة أحرف، إذن لا يوجد فرق. الله، نحن عندما نقول بسم الله، بسم الله لا نلفظ الألف، نلفظ لام لام ألف هاء، إذن هنا أربع أحرف. بسم الله الرحمن، إذن الرحمن فيها ألف ولام لا تلفظ. عندما نقول بسم الله الرحمن لفظنا الراء مكررة هنا، والحاء والميم والألف هذه لا تكتب هنا، هنا يوجد ألف خنجرية هنا غير مرسومة في القرآن أصلا. يعني على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ألف خنجرية، أضيفت فيما بعد. والنون، إذن أنا أصبح لدي هنا 1 2 3 4 5 6، ستة أحرف حروف الرحمن. الرحيم يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم هنا أيضا لا تلفظ الألف واللام، بقي لدينا راء راء حاء ياء ميم، يعني خمسة أحرف. إذن اختلف لدينا العدد هنا، يعني هنا الرحيم 1 2 3 4 5 6 أحرف، ستة أحرف، بينما هنا 1 2 3 4 5، هنا خمسة أحرف لفظا، كتابة ستة أحرف. فنحن اليوم نريد أن نبحث عن إعجاز لفظ الكلمات. يعني لماذا عندما نقول الرحمن الرحيم، الرحيم لا نلفظ الألف واللام؟ إذن لابد أن يكون هناك نظاما أيضا في هذه الأعداد. طيب لماذا العدد 11 قبل أن نكمل؟ العدد 11 يتألف من واحد وواحد، يشير إلى الله الواحد الأحد. كأنك عندما تقول 11 واحد واحد، يعني الله واحد أحد، واحد أحد، وهو عدد أولي طبعا، لا ينقسم، لا يقبل القسم على أي عدد آخر إلا على واحد وعلى 11 فقط، يعني هو عدد يدل على وحدانية الله. طيب هنا حروف قل هو الله أحد 11 حرف، انظروا معي أيها الأحبة،
قل حرفان. هو اثنان، الله سبحانه وتعالى أربعة، أحد ثلاثة، اثنين واثنين أربعة، وأربعة ثمانية، وثلاثة أيضا أحد عشر. إذن قل هو الله أحد، أحد عشر حرفا. والأحد عشر هنا سواء عددنا الحروف كما تلفظ أو كما ترسم النتيجة ذاتها، يعني قل هو الله أحد إذا عددت حروفها كما تلفظ، قل حرفان، هو أربعة، هو الله ثمانية، أحد أحد عشر. يعني حتى إذا عددتها كما تلفظ تجدها أحد عشر حرفا. هنا أيها الأحبة دعونا نكتب حروف البسملة كما تلفظ حرفا حرفا، وتحت كل كلمة عدد حروفها الملفوظة، الملفوظة لفظا. باسمي ثلاثة، بسم الله أربعة، لام لام ألفها، الرحمن كما نرى ستة، الرحيم خمسة. هنا قلنا إننا نتعامل في أبحاث الإعجاز العددي مع مصفوف هذه الأعداد، يعني 5643. طبعا صف الأعداد هذه طريقة ثابتة في أبحاث الإعجاز العددي، ولدينا يعني أكثر من تصور أكثر من 10 كتب في هذا المجال، كلها نستخدم فيها طريقة صف الأرقام لأنها دائما تعطيك أعداد من مضاعفات سبعة، وهنا مضاعفات أحد عشر. طبعا نضع الأعداد بجانب بعضها، ثلاثة يعني بسم الله الرحمن الرحيم لفظا، أصبح لدينا ثلاثة، أربعة، ستة، خمسة. العدد يلفظ 5643، هذا العدد من مضاعفات أحد عشر، يعني 5643 يساوي 11 في 513. إذن هو عدد يعني يقبل القسمة على 11. طبعا من ميزات أي عدد يقبل القسمة على 11 إذا عكسناه أيضا يقبل على 11، يعني هذه قاعدة رياضية يعني ثابتة. هنا إذن التناسق هنا يشمل الحروف، عدد الحروف. التناسق الثاني يشمل الحركات الإعرابية، يعني كما نرى فإن كل كلمة تحوي عددا من الحركات أو علامات التشكيل، ولدينا ثلاث حركات هي الكسرة، الفتحة، السكون. وهنا الإعجاز واضح طبعا. لماذا أيها الأحبة؟ لأننا نتعامل مع اللفظ، فالإعجاز هنا يتعلق بالكسرة والفتحة والضمة. العجيب أن توزع هذه الحركات أيضا يقوم على الرقم 11، شيء غريب يعني. دائما أي أننا نتعامل مع اللفظ، واللفظ يختلف عن الرسم، فحرف اللام مثلا له شكل واحد من حيث الرسم، ولكنه يلفظ بثلاثة أشكال من حيث اللفظ، يعني إما لام مفتوحة لا، أو مضمومة له، أو مكسورة لي. دعونا نتأمل هنا أيها الأحبة. نأخذ أولا توزع علامة الكسرة في بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هنا الإعجاز دقيق جدا، يتعلق بالضمة والفتحة والكسرة، يعني ليس مجرد عدد حروف. دعونا نكتب يعني تحت كل كلمة ما تحويه من علامة الكسرة فقط. يعني مثلا هنا باسمي فيها حرفين الباء والسين، تحتها كسرة، نعد الحروف المكسورة فقط كما نرى أمامنا. إذن لدينا حرفين فيهما كسرة. الله لدينا حرف واحد فيه كسرة، هو الهاء، هذا هو أيها الأحبة. إذن تأخذ الرقم واحد هذه الكلمة. الرحمن حرف واحد، الرحيم الحاء كسرة هنا،
والميم كسرة، إذا نأخذ الرقم 2. تمام أحبتي في الله. إذا نحن في المرحلة الأولى عددنا الحروف كلها، ولكن الآن نعد حرف الكسر أو حركة الكسرة. نعد الأحرف التي تحتها كسرة، هذه العلامة التي تلفظ مكسورة. ينتج لدينا العدد 2112. إذن عندما نتبع الطريقة السابقة في صف الأعداد ونقوم بصف هذه الأرقام كما نراها، فإن العدد الذي يمثل توزع علامة كسرة في كلمات الآية هو 2111، وهذا العدد من مضاعفات الرقم 11، حيث إن 2112 يساوي 11 مضروب في 192، يعني يقبل القسمة على 11 من دون باقي. الآن أيها الأحبة، دعوني أنتقل معكم للعلامة الثانية من علامات التشكيل، وهي علامة الفتحة، توزع علامة الفتحة وعلاقة هذه الفتحة بالعدد 11. الكلمة الأولى باسمي لا يوجد فيها ولا فتحة، تأخذ الرقم 0. الله هناك حرف لام فقط فيه فتحة، هذا هو اللام، يأخذ الرقم 1. الرحمن هناك حرفان راء وميم، إذن تأخذ الرقم 2. الرحيم فيها حرف واحد بس فوقه فتحة، يأخذ الرقم 1. أصبح لدينا العدد 1210. العدد 1210 يمثل توزع الفتحات في بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العدد يقبل القسمة على 11 من دون باقي، يعني 1210 يساوي 11 مضروب في 110، أو يساوي 11 في 11 في 10. طيب الآن توزع علامة السكون، يعني أخذنا الفتحة والكسرة، الآن السكون. طبعا الضمة لا يوجد ولا حرف عليه ضمة يعني في البسملة، الحركات الموجودة هي 3. نفس الطريقة، باسمي فيها حرف واحد عليه السكون هو السين، باسمي أخذ الرقم 1. الله اللام والألف هنا عليها السكون وتأخذ الرقم 2. هنا لدينا 3 أحرف، بسم الله الرحمن، الراء والحاء والألف عليها السكون تأخذ العدد الرقم 3، عدد الحروف 3. والرحيم فيها حرفان عليه السكون تأخذ الرقم 2، عدد الحروف 2. أصبح لدينا العدد هذا 2321. إذن العدد الذي يمثل توزع علامة السكون 2321 ويساوي 11 مضروبا في 211. إذن سبحان الله، عدد الحروف مضاعفات الـ 11، الحروف التي عليها فتحة من مضاعفات الـ 11، الحروف التي عليها كسرة من مضاعفات الـ 11، الحروف التي عليها سكون مضاعفات. طيب ما هذه الصدفة أيها الأحبة؟ أنا أود أن أطرح سؤالا، يعني هل هذه مصادفة مثلا؟ طيب الآن سوف نرى حقيقة تعد من عجائب البسملة، وهي النقط. سبحان الله، يعني حتى النقط، مع العلم أن التنقيط أيها الأحبة حدث فيما بعد، ولكن الله يأبى أن يضاف أي شيء لكتابه إلا بإذنه عز وجل وبمعرفته وعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. طيب إذن الآن يعني المصادفة لا يمكن أن تتكرر يعني دائما مع الحروف ومع الفتحة ومع الكسرة ومع السكون، 4 مرات تتكرر. النقطة أيضا لها معجزة في كتاب الله. طبعا في هذه الآية العظيمة عندما نعد النقط في كل كلمة سوف نجد عددا من مضاعفات الرقم 11،
لنكتب الآية كما تلفظ وتحت كل كلمة عدد النقط، عدد النقط يعني حتى النقطة لها نظام. سبحان الله، أنا هذه الأشياء يعني تدهشني فعلا، يعني كيف جاء هذا النظام؟ طبعا هنا باسمي لدينا نقطة واحدة فقط، حرف الباء عليه نقطة، يأخذ الرقم واحد. اسم الله ليس فيه نقط، يأخذ العدد صفر أو الرقم صفر. الرحمن فيه حرف النون عليه نقطة، هنا أيها الأحبة حرف النون فقط عليه نقطة، يأخذ الرقم واحد. الرحيم حرف الياء عليه نقطتان في الأسفل هنا، يأخذ رقم اثنان. أصبح لدينا العدد هنا 2101، وهذه الأعداد سبحان الله كلها تختلف عن بعضها. 2101 هذا العدد أيضا من مضاعفات 11. 2101 يساوي 11 مضروب في 191. سبحان الله، يعني حتى النقطة موجودة بنظام، يعني لم توضع عشوائيا، مما يدل على أن يعني أن هناك نظام معقد جدا، نحن نحاول أن نكتشف ملامح هذا النظام. وهنا أيها الأحبة، يعني بالنسبة لتنقيط الحروف تم بعد نزول القرآن بسنوات، وهو أمر اجتهادي باجتهاد الصحابة واجتهاد التابعين، ولكن هؤلاء يعني من الذي يسيرهم؟ الله. من الذي ألهمهم أن يضعوا للباء نقطة وللتاء نقطتان وللياء نقطتان وكذا؟ الله ألهمهم أن يفعلوا ذلك ليحقق هذا النظام لنكتشفه نحن اليوم، سبحان الله. فالله عز وجل يعلم علما مسبقا بأنه سيأتي زمن تنقط فيه حروف القرآن، فقدر أن تأتي هذه النقط بنظام يتناسب مع النظام الرقمي القرآني، ليؤكد لنا أنه على كل شيء قدير، وأنه لا يسمح بإضافة أي شيء لكتابه إلا بما يشاء ويرضى. لذلك يجب أن نعتقد أيها الأحبة أن ترتيب سور القرآن أيضا هو بوحي من الله وأمر من الله. صحيح أنه اجتهاد للصحابة، أو ترتيب سور القرآن ليس فيه اجتهاد، هو النبي رتبه. ولكن حتى من يعتقد أنه اجتهاد للصحابة، يعني إذا كان هناك من يعتقد من العلماء، فهذا الاجتهاد هو بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن نستيقن أن كل شيء في القرآن جاء بأمر من الله وبإذن من الله، ليشهد على أن الله تعالى قد حفظ كل شيء في كتابه، حتى النقطة على الحرف حفظها من التحريف. وهنا نتساءل ونختم أيها الأحبة، هل جاءت حروف الكلمات كما تلفظ لتشكل عددا من مضاعفات الرقم 11 بالمصادفة، ثم تأتي هذه المصادفة لتشكل عددا يمثل الحروف التي تحتها كسرة، وهذا العدد مضاعفات 11، ثم المصادفة تشكل عددا يمثل الحروف التي فوقها فتحة والعدد مضاعفات 11، ثم تأتي المصادفة لتجعل الحروف الساكنة أيضا تتوزع بشكل يتناسب مع العدد 11، ثم المصادفة تأتي يعني جعل التكرار كلمات البسملة في القرآن يشكل عدد المضاعفات 11. إذا كان هذا النوع من المصادفات موجودا فلماذا لا نجده إلا في القرآن؟ إن هذه الحقائق الرقمية القوية تدل دلالة قطعية على أن الله عز وجل هو الذي رتب حروف كتابه وأحكمها بما يتناسب مع العدد 11. إذن أيها الأحبة، يعني نحن ينبغي أن طبعا هناك تتم للبحث في إن شاء الله في لقاءات قادمة، أن تكرار كلمات البسملة في القرآن أيضا مضاعفات العدد 11، وهناك أشياء كثيرة أيضا أيها الأحبة، ولكن هنا اقتصرنا فقط على اللفظ، على لفظ الحروف.
فأنا بنظري هذه المعجزة تكفي لتشهد على صدق قول الله تعالى الذي قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.